عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفاء الهوي الشري، هذا الفيديو غيكون تتمة الفيديو الأول اللي كنت درته في القناة ديالي اللي هو يشري وفاء. هذا الفيديو باش نكمل لكم ونقول لكم تتمة وكيفاش وقعت الأحداث من وراء المحكمة. دونك بالنسبة للناس اللي ما شافوش الفيديو ديالي، بالنسبة للناس اللي ما شافوش الفيديو اللي كان سي تحفة الله يجازيه بالخير في الديار الأمريكية كنت تكلم عليه، المهم أنا نقول لكم باختصار. في 2017 كنت مشيت المغرب وكرينا سيارة من عند شركة إيرتس ماروك دولار 15 يوم بما يفوق 5000 درهم من غير ليزاسيغونس من غير لاكوسيون اكسيتيرا. الناس اللي تيكروا السيارات راه عارفين المصاريف. دونك عطاونا لا بروميير فواتور كان عندها ان بروبليم، لا دوزيام فواتور كان عندها بروبليم، لا ثروازيام فواتور هي اللي عطاو لينا. وقلنا لهم النهار لا في قلنا لهم راه حنا غادي شادين طريق الاكاديه. دونك حنا وصلنا شدينا طريق تاع البنكري وقفنا باش نتغداو علما ان كان عندي بيبي صغير. دونك ملي تغدينا وسالينا بغينا نشدو الطريق لي فخا ما خدامينش، دونك بقينا تنقلبوا كيفاش غنديروا. كان واحد الميكانيسيان باغازار كان تما كاين، المهم جا عاين السياره قال لنا بان لي فخا ما خدامينش، كاين ان بروبليم دو فخا. دونك بقينا تما كاين ما يفوت 3 السوايع وحنا جالسين كنتسناو. تنتصل بارتس ماروك ديال كازا ديال كازابلانكا تيقول لي انا ما عندي ما ندير كهذا الا جاوبوا. كيجاوبوا اون فوا سور 10. كنقول ليه اسيدي راه حنا طايحين اون بانيل، كيقول لي ما عندي ما نديرك خاصك تشوفي مع اختي ديال مراكش. المهم بقينا يلاه يلاه زيد دايز واحد السيد ويقول لي اختي راكم اون بان نقدر نديكم. المهم درت لوطو ستوب وصلني هذاك السيد للمطار ديال مراكش. الزوج ديالي بقى معنا فواتير علما ان الحراره داك النهار كان ان جور دو كانيكول، كان الشرقي يفوق 46 درجه في الظل. دونك انا ملي مشيت للمطار ديال مراكش بقيت على الخارج لان ما كانش عندي باسبور باش ندخل للداخل. دونك بقيت انا والبنيه ديالي عندها ديك الساعه 6 سنين والبيبي عنده 6 شهور، بقينا في ديك الحراره. يعني اللي تيعرف المطار ديال مراكش راه عرف تما راه الصحراء. بقيت كنتسنى ساعه ونص عاد بجاني اتصال من المسؤول ديال مراكش، اتصلت ليا ديك الساعه السيارة واحد الكوندكتور. المهم وصلني كملنا الاجراءات. في هذا الوقت راجلي باقي كيدير لا ريباراسيون ديال الطوموبيل اللي كانت خاسره لينا. المهم هي هذيك حتى 10 الليل جا الزوج ديالي عطاونا طوموبيل اخرى باش وصلنا لاكادير. قال لنا راه غادي يدير لنا ان رابور وغيعاينوا السياره غيديروا لها ان فيزيت تكنيك باش غيقول لنا زعما اش كان المشكل. دوك حنا في ديك اللحظه كملنا الطريق لاكادير. مع وصلنا لاكادير تقريبا الوحدة الصباح ولدي تيبكي كيغوت كيغوت كيغوت. هزينا لي زورجونس الحراره ما بغاتش تطلع. قال لنا راه عنده ان فيروس عطاونا دي زونتيبيوتيك اكسيتيرا. دخلنا للدار الغد الاخر ما الحاله ما استقرات، يعني بقى كيبكي مسكين بقى مريض. عاودنا ديناه للسبيطار في المستشفى ديال الاكادير وراه عندي كاع ما يثبت وعندي كاع الدلائل. المهم في ديك اللحظه شدوا قالوا لنا غادي نشدوا لان الحاله ديالو خطيره درجه الحراره ما تنزلش على 40. المهم بما بعد ما داروا ليه تحاليل وداروا ليه زعما الفحوصات اكسيتيرا لقاو بان عنده التهاب في القصبات الهوائيه يعني ان برونكيوليت. ديك الساعه بغاو لان ما عندهمش لي تكنيك باش يداويوه دونك بغاو ينقلوه لمراكش يعني المستشفى الجامعي في مراكش ما كانتش البلاصه. دونك قالوا لينا نديروا لي ان ترونسفير للكلينيك ديال مراكش كلينيك المطار. المهم ملي حنا باغيين نديوه الدري دار اري كاردياك، يعني قالوا لي راكوما من بعد راه دار اري كاردياك من بعد مات. نعم الوليد توفى لينا. اي ام بلاصتي واي اب راه غادي يحاول انه يتخيل هاد لا كاتاستروف اللي وقعت. المهم حنا ديك اللحظه مؤمنين الحمد لله حمد الله وشاكرين لحد الساعه. دونك حاول نتابعناهم قضائيا. المحامي ديالي دار دعوه في المحكمه بسبب المسؤوليه التقصيريه ديال هيرتس ماروك دولار في السبب ديال الموت ديال ولدي. دونك جا رفض الدعوه من طرف المحكمه لانه بالنسبه لهم هما ولدي مات بالتهاب السحايا، علما ان ولدي مات بالتهاب في القصبات الهوائيه بسبب الحراره المفرطه. منين جابوا هما هذا التهاب السحايا؟ انا عندي ان رابور ديال مستشفى ديال اكادير كيقولوا برونكيوليت فيرال سيفير، وعندي لو رابور ديال الكلينيك ديال المطار يعني كيقول نفس الشيء، يعني برونكيوليت التهاب في القصبات الهوائيه. بغيت نعرف لحد الساعه كان جو مو دوموند جو مو بوز لا كيسيون هذاك القاضي او القاضيه منين جابوا هذا التهاب السحايا؟ واش تيهضروا على شي طفل اخر او الله اعلم. انا هذه كندير عليها واحد 100000 علامه استفهام. دونك درت دعوه في المحكمه قلت ربما خطا
ممكن درت دعوه في الاستئناف، والاستئناف هذه هي المصيبه الكبرى، لان الاستئناف يؤيد الحكم الاول، علما ان في الاستئناف قدمنا لهم عاوتاني لي رابور كاملين، والمحامي قال بان راه ميت بالتهاب القصبات الهوائيه بسبب الحراره المفرطه. دونك هذا هو الحكم ديال المحكمه ديالنا ديال المغرب. الحمد لله على كل حال. دونك في هذه اللحظه انا اش قلت بما ان المحكمه والقانون لم ينصفني، دونك غادي نتجه للاعلام. اول انسان طاح لي في بالي باش يتكلم على المشكل ديالي هو واحد من اليوتيوبر المعروفين في المغرب، هو سكيزوفرين. هاد سكيزوفرين انا علاش غادي ندير هاد النداء؟ انا ماشي باش الهدف ديالي ماشي دابا باش يرد لي الفلوس، لا، ولكن انا لتنوير الناس وتحسيسهم سونسيبيليزي اون فيت، باش نقول لهم ردوا البال باش ما يطيحوش في البياج اللي طحت انايا. السيد اتصلت بي عاود لي كنبكي وكل شيء وكنشكي، قال لي بين لي التعاطف المره الاولى، قال لي اختي بصح وهذا الشيء والقانون وها كاين وها ما كاين. قلت لي الله يخليك بغيتك تهضر ليا غير باش الناس اخرين ملي يمشيو يكريو واحد النهار يردوا البال، وتا انايا حق ولدي ما يضيعش. دونك قال لي المره الاولى خاصني مصاريف الفريق اكسيتا، قلت لي ماشي مشكل، قال لي 4200 درهم، انا صيفط ليه 4500 درهم وعندي كل ما يثبت، راه الحواله راه صيفطها للقناه كيف ما كنت صيفطها للسيت وحفظ لك يعني. قام قال لي صيفط لي الفيديو، يلا انا غادي نصيفط لي الفيديو. قال لي شوفي انا ما نقدرش ندير هذا، غادي تتابعوني بالتشهير اكسيتا. دونك انا قلت لي الا ما كنتيش قادر ماشي مشكل، لا ضرر ولا ضرار، رد لي الفلوس وصافي. ديك الساعه قال لي لا بغيتيني نهضر لك، انا خاصك تعطيني حتى 20000 درهم و 15000 درهم، لان هذا كيتسمى سيرفيس. دونك قلت لي انا ما نقدرش نعطيك هذه الفلوس كامله، صفر لي غير المبلغ ديالي وانتهى الامر. دونك ديك اللحظه ولا كيقول لي واخا اليوم غدا غنصيفطوا لك، الدراري باقي ما ردوش ليا، الفريق تخلص اكسيتيرا. في الاخر قال لي لا صافي انا غنكمل معاك الفيديو. دونك صيفط لي الفيديو، كنتسنى اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ما كاين حتى شي فيديو حتى شي حاجه. دونك انا هذا النداء كنقولوا ليه هو نيت السكيزوفرين اللي كان كيسمعني، اتقي الله اتقي الله، لان هذيك الفلوس اللي خديتي راه ما غادي لا تغني ولا تسمن من جوع. يعني هذا ميساج للسكيزوفرين، يعني ما تستغلش الناس اللي في حاله ضعف، يعني الناس اللي كانوا يعني انا دويت معاك بواحد الطريقه وعاودت لك المشكل ان ولدي يلا كان مات ديك الساعه ما كاملاش 5 شهور، وانت قلتي لي واخا وعلى على فان دو كونت صافي حتى ضحكتي عليا كثر من، يعني انا كنت في قضيه وحده مع القضاء يعني بسبب هرت، واللي دابا قضيه اخرى معاك، وكان المحامي قال لي نصيفطوا لي عون قضائي نعطيو 8 ايام باش يرد لك الفلوس، ولا ما رداش غادي نديروا دعوه قضائيه. ولكن لا، انا ديك اللحظه ما يمكنش غادي نولي عاوتاني في دعوه قضائيه ضد سكيزوفرين ضد هرت ضد اكسيتيرا. دونك خليتك الله، ولكن قلت راه غادي يجي النهار اللي غادي نقولها لخوتي المغاربه كاملين باش حتى واحد ما يطيح في البياج اللي انا كنطيحها فيه. هذا من جهه. دابا اللي الخص المشكل، ولدي جبريل فرنسي ولكن كيبقى مغربي، انا عندي جنسيه فرنسيه ولكن كنبقى مواطنه مغربيه. ولدي ديتو حي ورزق وكان كيضحك وكان كلاب، ورديتو في الكفن من مراكش باش ندفنو. الشركه ظلمتني عطاتني فواتور ديفيكتيوز، القانون لم ينصفني، قال لك ولدي مات بالتهاب الصحي اللي ما كاين حتى فيه تقرير. سكيزوفرين خدا ليا الفلوس وضحك عليا وما دارش معايا، ما عطاني حتى شي حل. اش بقى ليا؟ يعني الحقره، الحقره في بلادي وبلادي ظلموني، حتى انا غادي نقولها بحال كاع الناس اللي تيقولوا بلادنا ظلمونا. لذلك اوجه رساله للجميع المسؤولين، منهم وزير النقل والتجهيز، وزير السياحه، وزير الخارجيه، وبطبيعه الحال في الاول الملك محمد السادس. الله يخليك، راه الناس تظلمونا، حنا كنمشيو مره في العام راه كنظلموا، وبغيت شي واحد من الناس المسؤولين غنخلي يعني النيميرو التليفون ديالي وغنخلي الميل ديالي، يعني شي واحد يتصل بيا غير باش يعرف الملابسات ديال القضيه. وفي الاخير كنبغي نوجه رساله شكر وتقدير وامتنان للاخي الكريم اللي هو انسان عظيم، السيد محمد تحفه اللي في الديار الامريكيه، اللي كان اتصل بيا وساندني وتكلم على القضيه ديالي، لا مع هيرتس لا مع سكيزوفرين، ولقى لي المحامي تما وقال ان شاء الله بان غادي تكون المتابعه قضائيه تما في امريكا. كنشكر اخي الكريم محمد اللويزي اللي تاهو كتب مقال وحاول انه يتصل بالشركه هيرتس في امريكا. كنشكر جميع خوتي المغاربه واي واحد خلى لي ان كومونتير وكلام جميل وكلام ديال الدعم وكلام ديال المواساه، شكرا جزيلا. وكنشكركم عاوتاني، كنشكر جميع المغاربه اللي بارطاجوا الفيديو ديالي الاول ولا اللي غاديين يبارطاجوا هذا الفيديو، وكنشكركم بزاف. وكنختم بواحد الكلمه او واحد الحكمه باللغه الفرنسيه اللي كتقول اون بو تو فيغ سوف سا كونسيونس، يعني نقدروا نهربوا من اي حاجه الا من الضمير. وانا من خلال هذا الفيديو
كنتكلم او كنتواصل، بغيت نتواصل مع جميع الضمائر الحيه بانهم يتدخلوا ويدافعوا لي الحق ديال ولدي وردوا لي الحق ديال ولدي جبريل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا.